مشاهدينا نتابع هذه الصور مباشرة من واشنطن من أمام ساحة الكابيتول، حيث نرى المئات أعداد كبيرة من الذين تجمعوا لتظاهر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. إذن هذه المظاهرات نشاهدها من واشنطن تحديدا من أمام الكونغرس الأمريكي. ونذكر بأنه التحركات الاحتجاجية عمت العديد من العواصم الأوروبية والغربية والعربية اليوم. هذه مظاهرة كما نراها كبيرة الحجم، إذن رافضة للممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة.